طبقا لاجنده واهداف التنميه المستدامه حتى عام 2063 في القاره الافريقيه. في هذه الاثناء يهبط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من سلم الطائره اذانا ببدء زياره سيادته الرسميه للهند، وفي استقباله كبار رجال الحكومه الهنديه في مقدماتهم وزير الدوله للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورياده الاعمال. رئيس بعثة الشرف المرافقة للسيد الرئيس خلال زيارة سيادته. هذه هي الزيارة الثانية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا العام. سبقتها زيارة هامة في يناير الماضي بدعوة أيضا من الهند ليكون السيد الرئيس ضيف الشرف الرئيسي لاحتفالات جمهورية الهند بمرور 75 عام على تأسيسها. يتوجه في هذه الأثناء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإلقاء التحية على فرقة الفنون الشعبية التي تحتفي بوصول سيادته بأداء عروض فنية فولكلورية هندية. هذه الزيارة التي يجريها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تأتي لتتوج العلاقات المصرية الهندية التاريخية والتي يحتفل خلالها البلدان بمرور 76 عاما على تأسيس العلاقات السياسية والدبلوماسية بين القاهرة ونيودلهي. هذه الزيارة أيضا تكتسب أهمية خاصة لأنها ستكون فرصة مواتية للجانبين لبحث سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين القاهرة ونيودلهي على كافة الأصعدة خاصة على الصعيد الاقتصادي. حجم التبادل التجاري بين البلدين يناهز 7 مليارات دولار، وهو رقم مرشح للزيادة ليصل إلى 12 مليار خلال الخمس سنوات الماضية، وهو ما أكدته الأطراف والأجهزة والوزارات المعنية في الجانبين لدى انعقاد اللجنة الوزارية العليا المشتركة المصرية الهندية، لما يتوفر لدى البلدين أولا من إرادة سياسية لتعزيز وتعميق الشراكة بين الجانبين، وثانيا للحجم الهائل للمقومات الطبيعية والبشرية التي يتمتع بها البلدين.